أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن خطة لإصدار الجيل الجديد من الخرائط الثلاثية الأبعاد لمملكة البحرين، ما يتواكب مع الابتكارات المستقبلية في تكنولوجيا المركبات والقيادة. وقد تم الإعلان عن المشروع الجديد في إطار انعقاد مؤتمر بوابة الخليج. وقال المدير العام لجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت إن هذه الخرائط عالية الجودة ستوفر تحديثا مباشرا للصورة ثلاثية الأبعاد لكل الطرق والبنى التحتية المحيطة، ما سيكون له دور هام في دعم نمو المشاريع المستقبلية في القطاعين العام والخاص المتعلقة بصيانة الطرق والأمن والسلامة والتخطيط الحضري والخدمات البريدية والنقل العام، بالإضافة إلى استيعاب تطور التقنيات في المركبات ذات القيادة الذاتية. وأضاف أن المرحلة القادمة من المشروع سوف تستهدف الشركات مع الشركات الدولية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع.